مع انتهاء الفترة الانتقالية الأولى الممتدة لثمانية أشهر والتي تنتهي اليوم، وبالتالي كنا كمجلس جماعي مضطرين في إطار التزامات الساكنة وفي إطار المصلحة العامة ديال المدينة أننا تكون شركة جديدة مع حلول يوم 1/9/2020 أي يوم غد ثلاثاء. الحمد لله بعد مفاوضات واتصالات وإجراءات إدارية وتقنية استطعنا كمجلس جماعي برئاسة السيد الرئيس أننا نحصلوا على هذا الامتياز الممتد في إطار الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر واللي كانت ضرورة ملحة من أجل أن المدينة ديال القصر الكبير ما تعرفش واحد الخصاص في المجال البيئي، يعني بالتالي كان لزاما علينا وواجبا علينا كمجلس جماعي أن في إطار التدبير المفوض أننا نحاول ما أمكن وجاهدا أن المدينة ديال القصر الكبير يوم 1/9/2020 ما يكونش هناك نقص أو خلل في إطار تدبير ديال هذا الميلاد. إذا الحمد لله حنا في إطار في الميدان في شارع مولاي علي بوغالب بوجود عمال ديال الشركة وكذلك في وجود آليات حادثة عصرية اللي تعطي واحد الدفعة قوية للمدينة ديال القصر الكبير في مجال التدبير الجماعي، وهذا جاء ردا على بعض المشوشين ولا بعض المشككين اللي كيقولوا على عدم قدرة المجلس الجماعي في تدبير هذا الملف. هو ماشي من على الساكنة بقدر ما هو لصالح الساكنة وفي إطار اهتمامات وانتظارات الساكنة. إذا المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في إطار التحالف الثلاثي كيقوم في إطار الواجب وفي إطار المسؤولية. إذا هنيئا للساكنة وهنيئا للمدينة اللي ما تعرفش الخصاص في هذا المجال هذا ولا في أي مجال كيشوف أن المجلس الجماعي لصالح الساكنة. وشكرا للإخوة الإعلاميين الحاضرين معنا.